شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية مؤكدا دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين كذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الروسي سيرجاي لافروف استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سيرجاي لافروف وزير الخارجية الروسي وذلك بحضور السيد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، والسيد جورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة، والسيد ماكسيم ماكسيموف نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الروسية، كما حضره السيد سامح شكري وزير الخارجية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد لافروف نقل للسيد الرئيس رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمنت الإعراب عن التقدير والتحية إلى السيد الرئيس، كما تناولت بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين والإعراب عن الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا. من خلال المشروعات التنمويه المشتركه الجاري تنفيذها حاليا، كما تضمنت الرساله الاعراب عن التقدير تجاه مبادره مصر لتشكيل لجنه الاتصال الوزاريه في اطار جامعه الدول العربيه سعيا لتسويه الازمه الاوكرانيه، وما تم خلالها من زياره للعاصمه الروسيه موسكو من قبل الساده وزراء الخارجيه المعنيين، من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته الى السيد الرئيس فلاديمير بوتين. مسمنا سيادته مسيرة التعاون الثنائي المتمثلة في المشروعات الروسية في مصر في إطار العلاقات المصرية الروسية، وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبع للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس وغيرها من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين في كافة القطاعات. اضاف المتحدث الرسمي بان سيد لافروف اطلع السيد الرئيس على اخر تطورات الاوضاع بشان الازمه الاوكرانيه ومستجدات التحركات الروسيه في هذا الاطار على المستوى الدولي وفي هذا السياق شدد السيد الرئيس على اهميه تغليب لغه الحوار والحلول الدبلوماسيه للازمه مؤكدا سيادته دعم مصر لكافه المساعي التي من شانها سرعه تسويه الازمه سياسيا من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار الدوليين مع استعداد مصر لدعم هذا المسار من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدوليه مع جميع القوى الفاعله سواء في الاطار الثنائي او المتعدد الاطراف اللقاء تناول كذلك بعض الموضوعات الثنائيه في اطار علاقات التعاون المتميزه والتاريخيه التي تجمع بين مصر وروسيا في مختلف المجالات خاصه التعاون في مجال قطاعات توريد الحبوب والغذاء وكذلك قطاع البترول والغاز في ضوء الازمه الراهنه في تلك القطاعات